الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده. تختلف أنواع الأضاحي في السوق واللي يأثر في اختيار العميل، يعني اختيارات العميل متعددة. في ناس تفضل الأضاحي العربية، في ناس تفضل الأضاحي الأسترالية، حاليا عندنا الروماني وهذه يعني فصيلة جديدة نزلت عندنا بالسوق، وتختلف الأفضلية حسب سعر الأضحية وحسب حجم الأضحية وحسب بلد المنشأ للأضحية، ويتحكم فيها أيضا رغبة العميل في التضحية بالنوع المطلوب. احنا قاعدين نتكلم عن الأغنام بأنواعها، العربية والأسترالية والرومانية. في ناس تحب تضحي بالعجول أيضا، يجتمعون عدة أشخاص للتضحية بعجل كامل. وتختلف يعني الاختيارات حسب جودة اللحم وحسب سعر الأضحية نفسها وحسب المرونة في ذبح الأضحية. اللي يميز أضحية عن أخرى طبعا نوعية اللحم، حجم الأضحية نفسها والسعر مثل ما ذكرنا. يمكن وردنا سؤال من الإخوان عن المهجن، اللي هو يكون مهجن بين فصيلة عربية وأخرى أسترالية. حاليا اللي ودنا نذكره أنه ما في مهجن في السوق بالمعنى اللي ذكرناه، أنه عربي وأسترالي. اللي موجود عندنا اللي هو فصيلة الكروس، هو المهجن الوحيد اللي موجود، اللي هو فصيلة الكروس الاسترالي، كروس بريد. هذا بالنسبة حق الأضحية بشكل عام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله بالنسبة هنا احنا الحظاير الابقار العجول الاسترالية برضو بالنسبة للبيئة بتاعتها بنحاول برضو نعمل لها تكيف هنا عشان تقدر ان هي تتكيف في الحرارة، يعني نتيجة لاختلاف الطقس والحرارة هناك في استراليا عن الكويت، فبنعمل لهم حظاير عالية مرتفعة شوية عشان تقلل من حرارة الشمس وتلطف لهم الحرارة بتاعت الجو. وبالنسبة للعجول الاسترالي فهي بتاخد برضو جميع تطعيماتها هناك في استراليا. طبعا هنا ما بنعمل لهاش موضوع اللي هو العزل، لانها اصلا بتبقى جايب اعداد صغيرة ما بتحصل لهاش اجهاد زي الاغنام. يعني نتكلم عن الرعاية الصحية بتاعتها، هي طبعا بتبقى واخدة جميع تطعيماتها هناك في استراليا. هنا مش بتاخد هي اي حاجة خالص، غير ان احنا بنقدم لها الاعلاف بتاعتها بس المناسبة هنا في داخل الشبرات. بالنسبة لمميزات العجول الاسترالي فهي طبعا بتتميز بان لحمها وفير كويس طري، اعمارها صغيرة، الوانها مقبولة بالنسبة يعني للناس وكده. اللون بتاعها الشائع هو بني، ممكن يبقى لوني غامق شوية في سوداد كده يعني. بالنسبة يبقى فيه برضو إقبال كويس جدا لها في العيد في الأضاحي يعني.
بالنسبة هنا للحديث عن تغذية الأغنام والمواشي، في هنا عندنا أنواع مختلفة من الأعلاف على حساب أن احنا نوفر لهم الكميات اللي هم المحتاجينها، سواء من البروتين والكربوهيدرات والدهون والفيتامينات، طبعا كلها من أصل نباتي، ما فيش حاجة خالص أي إضافات تحصل لها من حاجات تانية يعني. ففي عندنا هنا علف الاسترالي، في الشوار اللي هو النخالة، وفي الشعير، وهنا اللي هو الأتبان، كلها أتبان من برضو نباتات مختلفة زي الحمص أو القمح أو الشعير، أي نوع أنواع من أنواع التبن هي بتدي لهم اللي هي الألياف اللي هم محتاجينها. وفي طبعا هناك عند الجاروشة في عندنا اللي هي الذرة الصفراء اللي هي لازم نجرشها علشان الحيوان يقدر يستفيد منها قد المستطاع، انه لو خدها حب زي ما هي كده مش هيستفيد منها، وبنضيف معاها نسبة شوية من البروتين برضو علشان، وكل ده بينضاف مع بعضه للتغذية بتاعة الحيوانات. وبتختلف بس النسب من الحيوانات اللي هي بتروح للتسمين عنها للتربية أو للرضاعة. بالنسبة للأغنام النعيمي، فدي أغنام اللي هي التربية هنا عندنا في المزرعة، دي طبعا هي البيئة، هي في بيئتها تعتبر الطبيعية، بس من رغم من كده احنا لازم برضو نوفر لها مكان علشان الظل وعلشان يخفف عنها الحرارة شوية. المكان اللي احنا فيه دون اللي هو اللي يعتبر بتاع التربية والولادات يعني، الغنم اللي هتبقى هنا دي اللي بتبقى في آخر شهر في الولادة، الغنم اللي بتولد بندخلها جوه في المحاصير اللي هي الصغيرة دي مع ابنها حوالي خمس أيام أو أسبوع عبال ما تتعود عليه وهو يتعود عليها، وبعد كده بنطلعهم بره هنا في الشبرة كده عشان يتهوى ويطلع يمشي معاها وياكل، بس كان يعرف يبتدي يقل في الأكل كده شوية ويبقى مكان واسع ليه وكويس يعني. هنتكلم عن الرعاية الطبية والصحية ليهم. هم طبعا لما بيروحوا هنا في المحاصيل دي الغنم اللي بتبقى والدة ومعاها ابنها، بندي لابنها وليها هي بعض الأدوية والتطعيمات اللازمة ليهم في بداية عمر الطلي لحد لما يبتدي هو يشتد ساعده كده ويعدي مرحلة بتاعت الخطرة في عمره من ناحية الطبية ومن ناحية الصحية، بين خلاص بيبقى مش محتاج هو لأي حاجة خالص غير بس انه ياكل ويمشي مع أمه وخلاص، ما بيحتاج حاجة تاني. بالنسبة هنا احنا هنا في طبعا عند الأغنام النعيمي اللي هي الغنم المستوطنة يعني، أهم مميزاتها انها طبعا لها جودة عالية جدا في اللحوم، الدهون أقل، لها ديل. بالنسبة احنا للطلي اللي هو النعيمي بيفضل مع أمه حوالي شهرين ونص ونفطمه، وبعد كده بنخلي الرخلة بنعملها تاني هنا للتربية عشان ناخد منها السلالة مرة تانية. أما بالنسبة للخروف بنعده للبيع ونعده للأضاحي برضو، علشان برضو الأضاحي برضو والنتيجة برضو للإقبال الكبير جدا على الخرفان اللي هي النعيمي عشان جودتها ونسبة الدهون اللي فيها أقل من الاسترالي. وبالنسبة للبرضو بنجيب للأضاحي هنا في اللي هم اللي هو الطليان الأردني أو الخروف الأردني يعني، نتيجة للتشابه الكبير اللي بينه وبين العربي، وبرضو لنسبة إقبال كبيرة من المواطنين للحم بتاعه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كبيرا.
كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب.